فيش بالمرة ولا مأوى الواحد يعيش فيها الإنسان بالمرة. الموت لسه أهون من هالعيش اللي احنا عايشين. شنشطة على المي، شنشطة على الأكل، شنشطة على كله، تولي نار وحطب وميل ودور وقعد دور وفي الشي ما بتلاقيش أي إشي يساعدك في الحياة. احنا بنمشي في الحياة، مش راضي تمشي معنا. نشفنا في غزة مش قليل، أول مرة نشوف الحرب زي هيك تصير. تشردنا من مكان لمكان وشفنا الناس بتموت وأولادنا بموتوا قدام عينينا، احنا مش قادرين نسوي أي شيء. لا وعندك معاناة تانية كمان، الحطب احنا شعب انتهينا، شعب خلصنا، ما ضلش فينا مقومات، ما ضلش فينا حياة، ما ضلش فينا عيش، مش قادرين نقاوم، مش وين نقاوم، ايش نقاوم؟ بدنا حد من المسؤولين يطلع ويقول لنا لوين بدنا نصل، لوين بدهم يودونا؟ إذا موت موتونا بالمرة، يرموا علينا قنبلة نووية ويخلصونا. معي عذاب، معي ضمان، معي زهقنا، كلينا، ملينا، قرفنا، متنا، احنا كل يوم بنموت بالبطيء.